اكتشفت ان شكلك حلو. ما اكتشفتش. لسه مش مكتشف. العموم كلها ربع ساعة وماما تخليك تكتشف للصبح. هتكتشف لحد ما تتكسف. ان شاء الله. طب اكبر سن عكسك كان عندها كم سنة؟ الله يرحمها بقى يعني. ايه؟ قتلتها؟ لا لا اعتقد انه راحت يعني. كانت كبيرة خلص؟ المفروض ايه؟ طب اول حاجة هتعجز فيك ايه؟ صبري. بس احنا لسه في اول الحلقة حضرتك. لا بالعمر. طب اخر حاجة هتعجز فيك؟ فني. والفن ده بيعجز ازاي؟ هما اللي بيسقف. لانه الفن مش لازم يعجز. فدي اخر حاجة ممكن تعجز فينا ان شاء الله. عشان هتغني في دار المسنين؟ طبعا طبعا اكيد. ليا الشرف. طب اغرب ثلاث حاجات اكلتها ايه؟ انا ابن جبل يعني انا باكل تقريبا كل شيء. زي ايه؟ ايه الغريب؟ ايه اللي لما بتقوله الناس بتقول يعني بيقولوا يع يع اعتقد اكتر. ايه بقى؟ بالصين تاكل حاجات غريبة كتير. صراصيرك مشوية ولا محمرة؟ لا مشوية حضرتك. فجربت الصرصار المشوي؟ كل حاجة تقريبا. الواحد بياكل الاكل الوحش ده لما يكون مضطر. لا لا هو مش اضطرار، هو برجع بقول لك يعني تربية ابن الجبل بتخليه ياكل تقريبا كل شيء خاصة بالجبل. طب وايه طعم الصرصار بقى المشوي؟ يعني زي طعم حضرتك كده يعني. قصدي انه لذيذ يعني لذيذ. لحقت نفسك الحمد لله. طب ايه الاكله اللي مش ممكن تاكلها؟ ولا حاجه. ما طبعا بعد الصرصار المشوي اللي هيقف في طريقك. طب بعيدا عن العك، ايه مكونات سندوتشك المفضل؟ زيت وزعتر، جرجير الركه يعني، الطماطم، البندوره وملح. انا مش شايفه غير سلطه. لا لا ده سندوتش سلطه. بس في زعتر. انا الزعتر في الحشو بقى. لا هو ده، انا الزعتر بدمي يعني. طب واكتر اكله بتاكلها ايه؟ زيت وزعتر برضو. والعضلات دي كلها مبنيه على زيت وزعتر؟ كلها زعتر حضرتك. طب اكتر تمرينه بقى بتكرهها ايه في الجيم؟ الليجز داي. كلنا الرجال بتهرب منا الليجز داي. طيب دي فرصة سعيدة بقى نشوف بقى قوة رجليك. حاضر. طب هزبط هندي لك اجازة من الرجلين بس هنشوف الباي. يلا طنط ديدامونا. وحيزبونا بقى معاكي عشان تتناولوا بعض.